نمتاز الكلمة ربة المعتز بهذه البيعة وكل بيعة الآن وكل وان ولا دور كلها أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 30 شهر أمشين بارك حسن الله انقضاء ونحن أنتم في هدوء واطمئنان وغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تم العثور على رأس القديس يوحنا المعمدان في حمص بالشام، وذلك إن القديس يوحنا المعمدان ظهر لمارتيروس لأنبا مارتيانوس أسقف حمص في رؤيا وارشده إلى موضع الرأس فأخذها واحتفل بها بإكرام جزيل. وقصة رحلة رأس يوحنا المعمدان بدأت عندما قطع هيرودس رأس المقدسة بسبب زواجه من هيروديا، ثم أخفى الرأس المقدسة في منزله وظلت مجهولة زمانا طويلا، حتى أتى رجلان مسيحيان من أهل حمص إلى أورشليم في الصوم الكبير للتبرك من الأماكن المقدسة، وأمسى عليهم الوقت بالقرب من بيت هيرودس، فنام فظهر القديس يوحنا لأحدهما وأعلمه باسمه وعرفه بموضع رأسه وأمره أن يحمله معه إلى منزله. فلما استيقظا من نومهما حفرا في الموضع الذي أخبرهما به القديس، فوجد الرأس المقدس داخل وعاء فخاري، ولما فتحا صعدت منه رائحة طيبة، وأخذ الرجل الذي رأى الرؤيا الرأس معه إلى منزله ووضع أمامه قنديلا. وبعد وفاة هذا الرجل انتقل الرأس من مكان إلى آخر داخل مدينة حمص، إلى أن ظهر القديس يوحنا لأنبا مارتيانوس أسقف حمص في أواخر القرن الرابع وأرشده إلى موضع الرأس فأخذها واحتفل بها احتفالا عظيما. بركة القديس يوحنا المعمدان فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1687 للشهداء الموافق 9 مارس 1971 تنيح البابا كيرلس السادس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 116. ولد في 8 أغسطس سنة 1902 ميلادية الموافق 2 مصر 1618 للشهداء بمدينة دمنهور، من والدين محبين للكنيسة والمبادئ المسيحية ودعي عازر. ولما كبر كان يحل له أن يختلي في غرفته الخاصة وينكب على دراسة الكتاب المقدس مواظبا على الاستزادة من علوم الكنيسة وطقوسها وألحانها. بعد أن نال قسطا من التعليم اشتاق إلى حياة العبادة وخدمة الله، فالتحق في سنة 1927 ميلادية بدير البراموز بوادي النطرون، ومنذ ذلك الوقت ابتدأت تلمذته للقمص عبد المسيح المسعودي، ورسم راهبا باسم مينا في سنة 1928 ميلادية، ورسم قصا في سنة 1931 ميلادية. وبعد أن نما في حياة الفضيلة إلى الحد الذي أهله للتعمق في العبادة والخلوة الروحية، انفرد متوحدا في مغارة مجاورة للدير سنة 1932 ميلادية. وبعدها اتخذ منطحونة من طواحين الهواء الكائنة بجبل المقطم بمصر القديمة مقرا لخلوته وعبادته من سنة 1936 حتى أواخر سنة 1941 ميلادية. وظل يتنقل بين كنائس مصر القديمة إلى أن عين في ديسمبر سنة 43 رئيسا لدير الأنبا صموئيل بالقلمون، فازدهر الدير ثانية. وفي سنة 1947 ميلادية تمكن من بناء كنيسة مريمين العجائبي بآخر مصر القديمة. اشتهر بالصلاة الدائمة والإيمان القوي، فكان يأتي إليه المرضى من جميع أنحاء البلاد فيصلي لهم فكانوا يشفون من أمراضهم، وقد أكرمه الله بهذه المعجزات في حياته وأيضا بعد نياحته. اختارته العناية الإلهية بالقرعة الهيكلية ليصير بابا الأسكندرية 116، فرسم في 10 مايو سنة 1959 ميلادية
الموافق 2 بشنس 1675 للشهداء، وفي 28 يونيو سنة 1959 قام برسامة بطريرك جاسيليق لأثيوبيا، وعقدت اتفاقية بين كنيستي مصر وأثيوبيا لتأكيد أواصر المحبة بينهما. وفي 27 نوفمبر سنة 1959 أرسى حجر الأساس لدير الشهيد العظيم مريمين العجائبي بصحراء مريوط، وأعاد له جزءا من جسد الطاهر، وبنى به كنائس وكاتدرائية عظيمة تشابه في مجدها الكاتدرائية القديمة بالمدينة الأثرية. وفي يناير 1965 ميلادية رأس مؤتمر الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في أديس أبابا، وهو يعتبر أول مجمع مسكوني للكنائس الأرثوذكسية غير القلقدونية في العصور الحديثة. وفي سنة 1967 ميلادية عمل قداسته الميرون المقدس، وكان حدثا تاريخيا هاما، إذ هي المرة 26 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وفي 2 إبريل سنة 1968 ميلادية تجلت العذراء كلية الطهر أم النور القديسة مريم فوق قباب كنيستها في ضاحية الزيتون، وكان إعلانا سماويا عظيما. وفي يونيو 1968 ميلادية استقبل البابا كيرلس جسد القديس ماري مرقس بعد غيبته عن أرض مصر ذهاء 11 قرنا من الزمان، وأودعه في مزار خاص بني خصيصا تحت مذابح الكاتدرائية العظيمة للقديس ماري مرقس، وهي التي أنشأها البابا كيرلس السادس وافتتحها في احتفال عظيم. لم ينسى البابا كيرلس السادس يوما أنه الراهب الفقير مينا، فكان طعامه بسيطا وملابسه كانت بسيطة جدا ونومه كان قليلا، ولما أراد الرب أن يريحه من أتعاب هذا الزمان الحاضر مرض قليلا وتنيح في 9 مارس سنة 1971 ميلادية، ودفن أسفل الكاتدرائية المرقسية بالأمبرويز بالقاهرة. وفي 23 نوفمبر سنة 1972 ميلادية نقل جسده إلى دير الشهيد العظيم مريمين بمريوط، وذلك تنفيذا لوصيته بركة صلاته فلتكن معنا وربنا المجد الدائم الأبديا أمين.
سوسي.